بعد ما تعرفنا على الكوس وحسبنا قيس زاوية باستعمال الكوس، الآن طلب مني حساب طول باستعمال الكوس. إذن شاعر طالع قال لك A B C، حساب الطول A C. شرع عنا في الشكل، شرع عنا A B C مثلث قائم في A. قال لي حسب، تبع معايا، قال لي حسب الطول A C. المعطيات اللي عندي، عندي B C، شيء مثل بي سي في المثلث واتر. شرع عطيني، عطيني زاوية حادة. وش قال لي حوس؟ قال لي حوس على هذا الضلع، هذا الضلع شيء مثل المجاور، شيء العلاقة اللي فيها المجاور وفيها الواتر، فيها المجاور واتر، هي الكوس. إذا الكوس الزاوية A C B يساوي، الكوس ماذا يساوي؟ يساوي طول الضلع المجاور على طول الواتر. المجاور شكون هو؟ معناش كي سموه؟ هو آسي. نكتب بالعلاقة آسي على بيسي. نجي نعوض الآن، كوس زاوية عندي ولا ما عنديش؟ زاوية آسي بي قيسها معلوم ولا لا؟ معلوم. كم؟ 53. نكتب كوس 53 يساوي آسي عندي ولا ما عنديش؟ ما عنديش. نكتب آسي بيسي عندي 9. دروك شا ديرو؟ حسبوا لي كوس 53 بالآلة الحاسبة، أي كوس 53. أعطوني ثلاث أرقام. 0.601 تساوي آسي على 9. تبع معايا، هذه نقسمها على 1 تولي لي عندي 3 معاليم والرابع مجهول. إذا آسي ماذا يساوي؟ آسي يساوي 9.601 قيم تقريبية، هذو كلها قيم تقريبية. إذن آسي شحال تعطينا بالتقريب؟ 5.41. إذن القيمة تاعي هي تاع آسي هي 5.41. ننتقل إلى الشكل الثاني. شنو نكتب هنا؟ شخصني نبحث عن ماذا؟ حساب تي ار. نكتب المطلوب تاعي. شا عندنا؟ لدينا ماذا؟ ار اس تي ولا تي ار اس ولا تي اس ار، كي داير؟ مثلث قائم في اس. زيد شا عندي دروك؟ شا العلاقه اللي نستعملها باش نحسب الطول؟ هذا الطول كوس، كوس اي زاويه؟ اس تي ار. ماذا يساوي الكوس اس تي ار؟ هذه الزاويه هو المجاور. شكون المجاور تاع هذه الزاويه؟ تي اس. ممتاز. والواتر تي ار. نجي نعوض، كوس اس تي ار تساوي تي اس عندي ولا ما عنديش؟ عندي 6. تي ار ما عنديش. نعوض، نعم هنا نعوض، الزاويه عندي شحال هنا؟ 42 درجه. حسبوا لي الكوس تاع 42 درجة شحال يعطينا؟ هيا حسبوا. 43 قيمة تقريبية، 6 على تي ار. هيا خرجوا لي تي ار. تي ار ماذا يساوي؟ لاحظ معايا، ندير على 1، نطبقوا الرابع المتناسب، 3 معاليم والرابع مجهول. إذا تي ار ماذا يساوي؟ يساوي 6 على 0.743. 6 في 1 قسمت هذا. هيا حسبوا لي تي ار. هيا احسب. 8. هيا 8.07. 7 صحيح. ندو رقمين بعد الفاصل. اذا شنو درنا؟ حسبنا طول باستعمال النسب المثلثية. We'll be right back.